نعم، إذن فضيلة الشيخ أحمد تقي الدين، لو نتحدث عن الدوافع الحقيقية في نظركم، ما هي الأسباب التي تدفع المسلم بالاحتفال بهكذا أعياد غريبة عن ديننا الإسلامي؟ نعم، هناك عدة أسباب تجعل بعض المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى. من أعظمها جهل المسلمين بعظمة دينهم وفضله، وأن هذا الدين قد تم وكمل من كل وجه، فلا مجال لهم إلى أن يقلدوا وأن يتشبهوا الضالين النصارى. فالذي يدفعه إلى الاحتفال هو مرض قلبه، مرض قلبه. كذلك من الأسباب التي أوقعت المسلمين في هذا الاحتفال وهذه المشابهة للنصارى الضالين، الذل والضعف والتأخر الذي يعيشه المسلمون. لهذا مثلا يقول ابن خلدون: وجرت سنة الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. هذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون. فالمسلمون لما وقعوا في هذا الذل والانهزام وهذا الضعف وهذا التأخر، حملهم ذلك إلى أن يقلدوا هؤلاء النصارى في دينهم وفي انحرافهم وفي زيغهم وضلالهم، والله المستعان. نعم، في الأخير